السعدي محمد، كلية جامعة بابل، كلية هندسة المسير، قسم هندسة السيارات. المحاضرة بعنوان العمليات الهندسية لطلبة المرحلة الأولى كلية الهندسة، مادة الرسم الهندسي والوصفية. محاضرتنا اليوم هي عن العمليات الهندسية اللي تستخدم في رسم الأشكال الهندسية المختلفة. بداية راح نبدي بوضع الأبعاد وكيفية رسم الخطوط الهندسية وأنواع الخطوط. فعندنا مثلا هنا راح نبدي الخطوط بالعمليات الهندسية وبالأشكال الهندسية بشكل عام، بيها خط مثلا نوع البولد السميك ونوع الآخر الخط الخفيف اللي يكون باستخدام القلم H1 أو H2 أو H3. وبالنسبة للبولد راح يكون باستخدام قلم ال HB أو ال B1 B2 B3. عندنا أيضا الخط المتقطع الهيدن لاين و خط السنتر لاين اللي هو يكون خط بهذا الشكل، هذا يعني تقريبا 6 مليم فراغ 2 مليم خط وفراغ آخر ونبدي 6 مليم. هذا الخط يسحله السنتر لاين ويستخدم برسم الأشكال الدائرية، رسم الخطوط المركز للأشكال الدائرية. وأكو أنواع مختلفة من الخطوط مثل هذا خط الأبعاد الدايميشن لاين اللي يكون به أسهم من الجانبين ونهايته يكون سوليد وبولد. عندي الهيدن لاين استخداماته، هذا هو الخط المتقطع اللي إذا نلاحظه استخداماته كثيرة، من ضمنها رسم السمات المخفية إذا كان عندنا حفر داخل شكل معين هندسي نقدر نرسمه باستخدام الهيدن لاين حتى يبين لي انه اكو حفر داخل هذا الشكل كما موضح بالشكل رقم 1. بالشكل رقم 2 عندنا خط الهيدن واضح، هذا الخط المتقطع، وخط السنتر لاين اللي هو بالمراكز مركز للاشكال الدائريه مثل هذا الشكل الدائري سنتر لاين، هذا هو الخط اللي يكون 6 2 6 وهكذا. عندنا هنا دايمنشن لاين موضحه من انواع الخطوط الاخرى اللي هو هذا يكون على شكل سهم نهاياته سوليد، تكون السهم يكون سوليد وبول لازم يكون، ويكون على بعد 10 الى 12 ملي من حافه الرسم الخطوط الاساسيه مثل هذا المربع نقدر نرسمه. الاوبجكت لاينز هنا ايضا شلون يحدد المسافات او خطوط الامتداد بين المساقط هاي الثلاثه مثلا نقدر نحددها بالاوبجكت لاين، يكون خطوط امتداد خفيفه ترسم بقلم ال H1 H2 او H3. الكونستركشن لاينز هي خطوط العمليات الهندسيه اللي تكون عاده بولد وقلم ال HB او ال B1 و B2 ونقدر نرسم بها العمليات الهندسيه كما في الخطوط الأساسية للرسم مثل هذا رسم الشكل المجسم، أيضا يكون خطوطها كلها ترسم بالبورد. هسه نجي إلى العمليات الهندسية ندخل بها بعد ما تعرفنا على أنواع الخطوط. العمليات الهندسية بشكل عام نبدي بالعملية الأولى اللي هي رسم خط مستقيم، تنصيب خط مستقيم إلى نصفين متساويين بدون استخدام القياسات. فهنا مثلا عندي الخط المستقيم AB حتى اقسمه الى نصفين متساويين راح اجي افتح الفرجال بفتحة اكثر من النصف لا على التعيين، هذا هسه النصف ماله OA ما اقيسه بالمسطرة بس افتح لا على التعيين A اكثر من O يعني اكثر من النصف وارسم قوس للاعلى وقوس للاسفل بالفرجال، اوقف على النقطة B وبنفس الطريقة نفس الفتحة أرسم قوس الأعلى وقوس الأسفل، راح يتقاطع عندنا الأقواس بالأعلى في نقطة وبالأسفل في نقطة اللي هي نقطة C و D
أوصل بيناتهم راح يكون هذا الخط المستقيم ينصف المستقيم AB إلى نصفين متساويين وبدون قياسة. العملية الثانية هي رسم قوس يكون مماس إلى خطين مستقيمين. نلاحظ القوس هنا CD هذا هو اللي يكون مماس الخط هذا المستقيم الأعلى والخط المستقيم الأسفل. شلون نرسم هذا؟ نجي نفتح الفرجال بفتحة مقدارها نصف قطر القوس اللي هو R 25 هنا متر مياه. طبعا لو بعدتها بالملي نقول 25 يعني 25 ملي. وارسم بالفرجال من الخط المستقيم قوس للأعلى وآخر ثاني بجانب حتى أحدد خط مستقيم راح يكون موازي للخط المستقيم الأسفل. نفس الطريقة وقف على هذا الخط المستقيم الأعلى وارسم بالفرجال نفس نصف القطر 25 قوسين متوازيين واحد يعني مجاور للثاني وأوصل بيناتهم راح يكون خط مستقيم آخر موازي للخط المستقيم الأعلى هذا. بعدين راح نجي يتقاطع في نقطة راح تكون امتدادات هاي الخطوط الموازية تتقاطع في نقطة اللي هي نقطة A. هاي راح تكون هي نقطة المركز للقوس. فبعدين نجي أوصل خط مستقيم يكون عمودي على خط المستقيم الأسفل وخط مستقيم آخر من نقطة المركز عمودي على الخط المستقيم زاوية 90. هاي شوفوا هسه مضللها بالبول. حصلت على النقاط C و D. ذني النقاط يكونن عندي نقطتين من نقاط التماس هن ذني حصلنا عليهن وعندي مركز القوس أي. فبالتالي من عندي نقطتين تماس ومركز القوس أقدر أرسم القوس اللي هو من بداية خط التماس إلى نهاية خط التماس الثانية CD وبنصف قطر 25 اللي مطينيها بالسؤال. نفس الشيء إذا كان الخط سواء كانت الزاوية حادة أو زاوية منفرجة بنفس الطريقة نقدر هذا الرسم الثاني راح نقدر نرسم أيضا قوس هذا القوس اللي هو CD مماس المستقيمين ذني بنفس الطريقة ولكن الزاوية هنا راح تختلف. عندي إذا العمليات الهندسية الرابعة شلون نرسم قوس مماس إلى دائرتين من الخارج هنا فإن أنا لازم نحدد أول شيء مراكز الدائرة A و B. طبعا بالسؤال المعطيات راح تكون نصف قطر الدائرة A ونصف قطر الدائرة B والمسافة بين المركزين A و B. فبعد ما يحدد لي ذني راح أجي أحسب القوس الأول اللي هو أيضا يعطيني القوس المماس R اللي هو 100 إيش قد من نصف القطر مالته. فأجي هنا راح من السنتر أي هنا سكراب R equal to 100 ناقص 22 اللي هو نصف القطر مال الدائرة أي والR هو نصف قطر القوس. فبالبداية R A ناقص R هذا للدائرة الأولى راح أرسم يصير 78 أرسم هنا قوس من مركز الدائرة باستخدام الفرجال مركز الدائرة A وهنا من سنتر B أيضا نرسم قوس بنصف قطر 100 ناقص 26 اللي هو المية نصف قطر القوس يعني R ناقص R للقوس R كابيتال احنا سميناه اللي هو 100 ناقص R للدائرة B اللي هو 26 فراح يطلع لي 74 وأرسم قوس آخر هذا اللي هو 100 ناقص 26 74 راح يتقاطع عندي في نقطة راح تكون هي نقطة C اللي هي مركز القوس وبنصف قطر R A أو العفو R اللي هو 100 نصف قطر القوس اللي مطيني إياه بالسؤال قايل هنا that the radius to touch them is 100 مليم يعني معناها نصف قطر المماس هو 100 مليم. فأوقف بالنقطة C اللي حددتها وأرسم قوس مماس للدائرتين. طبعا قبل ما أرسم القوس لازم أحدد أنا عندي
مركز القوس، قلنا لازم نحدد نقاط التماس. نقاط التماس شلون احددها؟ مثل ما ذكرنا بالعمليه السابقه، نرسم خط من هذا المركز سي الى مركز الدائره اي، خط مستقيم، ونمد هذا الخط المستقيم الى الخارج بحيث يقطع محيط الدائره في نقطه دي. ونفس الطريقه من نقطه سي اللي هو مركز القوس الى نقطة B اللي هو مركز الدائرة، والمدة ايضا للخارج يقطع الدائرة في محيطها بنقطة E، لان نقاط التماس دي و E. فبعد ما حصلنا على نقاط التماس وعدي نصف قطر القوس، فاقدر ارسم القوس اللي هو DE اللي يكون مماس للدائرتين من الخارج. ايضا عندي العملية الاخرى، هي رسم قوس مماس لدائرتين من الداخل. هنا نفس الطريقة السابقة، الاختلاف فقط شنو؟ طبعا نرسم دائرة A ودائرة B عندي أنصاف أقطارهن معلومة، والمسافة بيناتهن أيضا معلومة. فبعد ما نرسمهن راح نجي هنا الفرق، مكان ما كنا نقول نصف قطر القوس R كابيتال اللي هو 40، راح نقول مكان ما زائد راح ناقص راح يكون زائد، يعني الار 40 زائد نصف قطر الدائره بي فيطلع 65، والار 40 زائد نصف قطر الدائره الصغيره راح يطلع لي 60. وارسم مركز هذا القوس اللي هو المماس راح احصل على سي، وايضا ارسم من مركز الدائره الى القوس خط مستقيم، هنا ما راح يمتد راح يكون للداخل لان ما نحتاج الخارج، فراح تطلع لي نقطة E ونقطة D. من نقطة A أيضا نرسم مركز الخط من مركز الدائرة A إلى المركز C خط مستقيم، راح يقطع محيط الدائرة في D، فالD والE هي نقاط التماس، وعدي المركز C، فبالتالي راح نقدر نستخدم نصف القطر المتنية R بالفرجال، أرسم هذا القوس اللي هو يكون مماس لدائرتين من الداخل. شكرا جزيلا.